السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنت محييكم جميعا. نحن اليوم ثلاثاء 11 مارس 2004، وتدخلي إليكم في إطار معا رشاد سيكون هذه المرة أساسا محاولة للإجابة على الأسئلة الكثيرة التي وصلتني وتصل إلى حركة رشاد، تستفسر عما هو جاري في البلاد ووجهة نظرنا فيما يحدث. لن أستطيع بكل تأكيد أن أجيب على الكم الهائل من الأسئلة التي وصلت، لكني سأحاول أن أجيب على أكثر ما أستطيع، وعلى الأقل على جزء منها قدر الإمكان. أسئلة كثيرة على دور الجيش، مع من يقف، إلى آخره. وأبدأ بالسؤال الأول، وهو يتحدث عن بالضبط عن من هو محيط بوتفليقة، كيف يأتي بوتفليقة ويستطيع أن يحكم وهو موجود على كرسي، مقعد على كرسي، ومن هم الذين يدعمونه؟ هل هناك شخصيات في الجيش تدعمه؟ بطبيعة الحال لولا كبار الجنرالات لما استطاع بوتفليقة أن يأتي سنة 99. أين كان؟ نعرف أنهم في 79 تم طرده من الحكم لما عينوا الشاذلي الجديد، ثم في 83 أو في 82 فيما أذكر توهم حتى بنهب الأموال، والقرار موجود، قرار مجلس المحاسبة آنذاك، وقد نشرته الجرائد بما فيها جريدة المجاهد. لكن في 99 جاء به الجنات وضعوا على رأس الدولة، ونعرف كيف، قالوا أنه انتخب، يعني بعد برغم الناس الستة اللي كانوا معه انسحبوا وقالوا لا نريد أن نكون وقع الأمر. وأنا هنا أجيب على السؤال. اليوم بوتفليقة هناك أربع مجموعات هي التي تجعل هذا الرجل المريض المصاب بكل الأمراض بما فيها الصدمة الدماغية والسرطان ومرض الكلى وكل الأمراض الأخرى، تجعله وتدفعه وتشجعه على الذهاب إلى ما يسمونه بعهد رابعة، وهي مضمونة بالمناسبة. هؤلاء الأربعة، أبدأ بالطبقة الأهم والأخطر، وهي كبار جنرالات الجيش. الجيش اليوم في انقسام، كبار جنرالات الأركان بمعنى قادة النواحي الستة، قائد القوات البرية ونائبه وقائد الأركان في القوات البرية، قائد القوات الجوية، قائد القوات البحرية، قائد مجال الدفاع، وآخرين من جنرالات آخرين في وزارة الدفاع، الجزء الأكبر منهم يدعم بوتفليقة خوفا أو طمعا، رغبة أو رهبة، لكن رأس هؤلاء قائد صالح متحالف تماما مع بوتفليقة. لولا هؤلاء ما كان بوتفليقة يستطيع أن يذهب إلى عهد رابع. لو هؤلاء قالوا لا ما تروحش، نحن لن ندعمك، ونحن بالفعل لا نتدخل في السياسة، ونحن نريد أن الشعب يختار، ما كانش يقدر يروح، لأنه باختصار بسيط كانوا سينفذون أو سيطبقون المادة 88 من الدستور التي تقول باختصار بسيط أنه في حالة مرض الرئيس، عجز الرئيس عن القيام بمهامه، أن يتم تثبيت ذلك ويتم تغيير إجراء انتخابات، عزل الرئيس. لم ينفذوها، مع أنه كل المؤشرات وآخر طفل، آخر صبي يستطيع أن يرى أن الرئيس لا يستطيع أن يقوم بهذا، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يقف. مرات يقول لك والله روزفلت هذا بالمناسبة كان رئيس الولايات المتحدة في الثلاثينات وحتى أبريل 45، يخطئون في ثلاث قضايا على الأقل لما يقارنونه بروزفلت. القضية الأولى أن روزفلت أصيب بمرض شلل الأطفال، يعني أصبح مقعد، أصبح هانديكابي، وهو في المنصب وليس ذهب مقعد وذهب إلى عهدة رابعة، لا، كان موجود في المنصب، يعني أصيب بالمرض وهو مريض وهو رئيس، ولم يبحث عن عهدة بعدها. السبب، القضية الثانية، أن روزفلت كان عمره 62 سنة لما مات، لما أصيب بالمرض كان أعتقد 59 سنة، يعني كان مازال في الخمسينات من عمره لما مات، ماهوش في السبعينات من العمر. نعرف أن بوتفليقة جاء في 99، لما جاء في 99 وضعوا على رأس الدولة كان عمره 62 سنة، الآن عمره 77 سنة. الأمر الثالث، كانت هناك حرب عالمية الثانية،
الحرب العالمية الثانية لم تكن تسمح للأمريكيين بأن يقوموا بتغييرات سريعة للرئيس، وبالتالي قالوا وانتخبوه. بالمناسبة هو الوحيد الذي انتخبوه 4 مرات الأمريكيين. الرئيس الأمريكي له فقط عهدتين، وحيد الذي أعطي استثناءات لأنه قاد الفترة فترة التوتر العالمي والحرب العالمية بكفاءة عالية، ثم انتهى أمره. إذن هذه المقارنة ليست صحيحة، أنا فقط بالمناسبة. عودة إلى ما كنت أقول، وهو أن هناك 4 إذا شئنا دوائر تدعم بوتفليقة. الدائرة الأولى كبار العسكر، هناك من يعترض أو لا يوافق في الغالب في السر، وبعض المحيطين بتوفيق، هذا سأتحدث عنه لأن في سؤال آخر على الموضوع. الدائرة الثانية مشكلة مما يسمى بمحيط الرئيس، شقيقي الرئيس خاصة السعيد، وستة أو 7 من كبار المساعدين له، رئيس الديوان، الأمين العام، بعض المساعدين داخل الرئاسة إلى آخره، مجموعة من 6-7 أشخاص. هؤلاء الحلقة الضيقة اللي تأتي في الأهمية بعد كبار العسكر. الدائرة الثالثة تتشكل من شخصيات أو مما يسمونهم برجال الأعمال، في الحقيقة برجال نهب المال أكثر من أي شيء آخر، وهؤلاء استفادوا بمليارات، أحياناً بآلاف المليارات من حكم بوتفليقة. في الغالب ينهبون الأموال بلا حدود على شكل شركات. هؤلاء أسماء عديدة، لعلي أذكر بعض الأسماء وليس كل الأسماء. من بين هؤلاء علي حداد مثلا، من بينهم العيد بن عمور، من بينهم تحكوت، من بينهم رضا حمياني، وقائمة طويلة، قائمة طويلة في الحقيقة. فيهم أيضا آخرين مثل محمد بايري، مثل محمد جماي أو جمعاي، أحمد معزوز، رضا كنونف إلى آخره. قائمة من في الغالب لم يكونوا يوجدون في لما وصل بوتفليقة، أو كانوا يشتغلوا في حدود بسيطة أو ضيقة، لكن الآن أصبحوا يمتلكون آلاف المليارات، وهؤلاء يدعمونه بقوة، لأنه باختصار بسيط كلما بقي النهب. مع هؤلاء يوجد مجموعة من كبار الوزراء والسفراء والقضاة اللي جعلهم بوتفليقة. كثيرين منهم ما يستحقوش حتى هذه المناصب، لكن جعلهم أعطالهم هذه المناصب. منهم مثلا هذا مدلسي رئيس المجلس الدستوري، منهم الوزير الداخلية، منهم وزير العدل. هؤلاء كله وضعهم وأصنعهم، فهم مستفيدين ويخشون أن ذهابه يؤدي إلى نهايته. وطبقة رابعة، إذن هاي الطبقة الثالثة مشكلة من رجال المال ورجال ما يسمى بالسياسة أو المناصب، وطبقة رابعة إذا شئنا، وهي عبارة عن شخصيات مدنية مشكلة من الإعلام، مثل هذه قناة النهار، جريدة النهار ومن يشرف عليها، وهذا جزء من الإعلاميين، وأيضا جزء مما يسمون أنفسهم سياسيين أو أحزاب. في الغالب أيضا ليس لهم أي تواجد شعبي أو حقيقة على الأرض، ولكنهم استفادوا وصنعهم صناعة بوتفليقة ومن معها. هذا هم تقريبا إذا شئنا اللي يجعلوا رأي رجل مقعد ومريض ويدفعون به لكي يبقى في السلطة ويبقوا هم مستفيدين منه، دون أن ينظروا إلى عواقب ذلك، إلى الكوارث التي ستصيب البلاد من خلال ذلك. والحقيقة، وهنا أجيب أيضا على سؤال ثاني، وهو بما أننا كلنا نعلم ونرى تدهور الوضع الصحي للسيد الرئيس، هذا السؤال، ونشك في كونه المسير في الوقت الراهن، لماذا لا يتدخل الجيش وينهي الغموض، وخاصة أن هناك من يقول بأن الوطن تم سلبه من طرف جهات وأفراد وعصابات ماسونية. لا يتدخل الجيش لأن كما قلت كبار قادة الجيش مع العهدة الرابعة لأنهم مستفيدين منها. كيف يعقل أن يكون قائد الجيش عمره 81 سنة قايد صالح؟ هذه لم تحدث في تاريخ البشر. قادة الجيوش حتى في القانون الجزائري أقصى حد لأي جنرال هو 64 عام، هذا قانونهم، قانون المادة 20 من القانون العسكري، قانون المستخدمين العسكريين.
لا يطبقون القانون، مع أن القوانين هم يضعونها لكن لا يطبقونها، لا يطبقون الدستور، لا يطبقون كل شيء، يطبقون فقط ما في راسهم، الشيء اللي في راسهم، الشيء اللي في رأيهم، هو اللي ينفذوه، هم اللي يطبقوه دون النظر، يضربون بعاطل حائط هذه القوانين، يصنعون القانون كما يشاءون، يلغونه كما يشاءون، يطبقونه على من يشاءون، لا يطبقونه على من يشاءون، ولهذا تهلك الدول وتهلك المجتمعات. لا يتدخل إذن هذا، لماذا هو هذا؟ والواقع أننا نحن في حركة رشاد نعتقد أن الجيش يجب أن لا يتدخل في أي وضع، حتى في الوضع الراهن. نرفض تدخل كبار الجنرالات في الجيش، لا لمصلحة العهدة الرابعة ولا ضد العهدة الرابعة ولا لمصلحة أي شيء. على الجيش أن يبقى ضمن الإطار الدستوري المحدد له، وهو الدفاع عن الوطن، عن الحدود، دفاع عن أرض الوطن من الاعتداء الخارجي، أن لا يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد إطلاقا، وإنما همه الرئيسي هو الدفاع عن هذه البلاد من العدوان الخارجي والخطر الخارجي، حتى يبقى الجيش. الجيش الجزائري اليوم ضعيف جدا للأسف، نتيجة لتغيير في العقيدة نتاعو. العقيدة نتاعو هي اليوم مكافحة الإرهاب، يعني قتل جزائريين آخرين سواء بحق أو بغير حق، وتدخل في الأوضاع. ولماذا نرفض ذلك؟ كما قلنا، تحدثنا في ذلك عدة مرات، وهو كلما ابتعد الجيش عن السياسة كلما كان أقوى وأفضل له وللوطن. في سؤال آخر يتحدث عن مجموعة من الأحزاب بما فيها حزب حمص، حزب الجيل الجديد، حزب الـ SCD وآخرين، يبدو أنهم بدأوا يجتمعون ويتجمعون ويقول لماذا لا تنضمون إليهم. نحن نشجع كل الجزائريين لكي يلتقوا ويجتمعوا، هذا شيء جميل أن يلتقي الـ RCD اللي كان أحد كبار الأحزاب الاستئصالية، وكان من المنادين بالانقلاب 92، وكان في طرف انقلابي، وهو كان مع لجنة انقاذ الجزائر اللي هي اغرقت الجزائر، ان يجتمع مع احزاب اخرى، خاصه احزاب تسمى وتصنف انها اسلاميه. شيء جميل، وشيء جميل ان ياتي هؤلاء ويتجمعون اليوم لكي يجدوا بحث وحل متفق عليه بين الجزائريين، لكن نعتقد أن طروحاتهم ما زالت محدودة في واقع الأمر. واختصاراً، لماذا محدودة؟ لأنه لا يمكن أن تقف ضد العهد الرابعة وتتحدث على تغيير النظام وأنت تشارك هذا النظام في أماكن أخرى، في البلديات، في الولايات، فيما يسمى المجلس الشعبي الوطني، فيما يسمى المجلس الشيوخ، السيناتور، لا يمكن، هو نفس النظام. كيف تدعون إلى تغييره ثم تشاركونه، تلعبون اللعبة نتاعو؟ نحن نتمنى على هؤلاء وغيرهم أن يكون هناك، أن كلامهم تتبع أفعال، وأن لا يبقى الإنسان تلاعب. السياسة ماشي هي البوليتيك كما يقول ملك النبي رحمه الله، السياسة هي أنبى العلوم كما يقول ابن خلدون، والسياسة ليس هي النفاق، مش هي تبلعيط على قول الجزائريين، مش هي الكلام الفارغ، السياسة هي أعمال حقيقية على الأرض، هي مواقف، هي مبادئ. كثيرين يعتقدون السياسة هو النفاق والخداع هو الخبث، لا، بالنسبة للإنسان المسلم، بالنسبة حتى الإنسان العاقل، بالنسبة حتى الإنسان غير مسلم لكن اللي له أخلاق وعنده أخلاق، السياسة هي أفعال وأقوال وليست أحاديث هكذا في الفارغ، وشيء يقال للعلن وعمل يخالفه في السر. نحن نشجع هذا، نشجع تجمع الجزائريين، نشجع تحدث الجزائريين مع بعضهم البعض، لأنه فيه كثير من الأحيان تم خلق جبال من الخوف بين الجزائريين. نشجع كافة التنظيمات السياسية مع تحفظنا على الكثير منها في أفعالهم وأقوالهم، لكن نشجعهم في نهاية المطاف على اللقاء والالتقاء من أجل البحث على حل حقيقي للبلاد، حقيقي
ليس معارضة العهدة هنا ومعارضة فلان أو فلان، يجب أن يتم معارضة هذا النظام، كل النظام، لأن ليس نظام، هو عصابات. هؤلاء فوضى، هؤلاء رداء، هؤلاء نهب، هؤلاء خراب للبلاد. بلد بهذا الغنى بهذه الأموال ثم تصل بها الأوضاع إلى هذه الأحوال المزرية، هذا مش معقول. إذا بما نشجعهم ونتمنى أن يصلوا، أن يرفعوا من سقفهم، عندما يرفعون من سقفهم فنحن بكل تأكيد سنتعاون مع كل أولئك الذين يسعون لإحداث تغيير حقيقي بمقتضاه تقوم دولة الحق والعدل والقانون، دولة راشدة تؤسس لمجتمع راشد وليس لعبثية هنا أو هناك. بالنسبة للأسئلة، وقد جاءت أسئلة أيضا كثيرة أو بعض الأسئلة على هذه الحركة تسمى حركة بركات، كما جاءت أسئلة على بن فليس، لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، لكن اختصارا أقول بالنسبة لحركة بركات، طبعا هذه الحركة خرجت للوجود منذ 9 أيام أو 10 أيام، أعتقد أول مارس في السبت الماضي، ليس هذا اللي قبل. إذا نظرنا لهم، وأقول لكم ذلك رأيي الخاص شخصيا، أنا متحفظ جدا ولا أعتقد بعض الوجوه اللي فيها، على الأقل لا أعتقد أنها صادقة، أو على الأقل ما شفت من بعض الوجوه لا أعتقد أنها صادقة. وأيضا الشيء اللي شفته من الإشهار اللي عملته لها بعض الجرائد وبعض التلفزيونات، أخشى أنها قد تكون جزء من النظام، جزء المتضرر، الجناح المتضرر من النظام، جناح المتضرر من النظام. ربما في سؤال أيضا سأجيب عنه وسأتحدث من هو هذا الجناح. هذا الجناح المتضرر يريد ربما أن يحدث نوع من الإشكالات، نوع من المشاكل للعهدة الرابعة، بمعنى أن الصراع ليس على جزائر لإنقاذها من المآسي اللي أوصلونا إليها، من الكوارث التي تعيشها، من الفوضى التي تعيشها، من الرداء، من الفقر، من الخوف، من اللا أمن، من ارتفاع الأسعار، من مشكلة السكن، من هذه المشاكل كلها يتخبط فيها البلاد، وإنما هو صراع على النفوذ، صراع على المصالح، صراع على من ينهب أكثر ومن يأخذ مناصب أكثر. أخشى أن تكون حركة بركات، وهي أنا أميل في رأيي إلى أنها ذلك، لكن مع ذلك وبما أنها حركة جديدة نعطوها ما يسمى ب لبنفيت دو دوت، يعني نعطوها ما يسمى ربما خلينا نشكو او نقولوا لعلها مدامها صغيره. انا شفت اليوم في جريده الوطن وضعوا البلاتفورم، وضعوا الارضيه الكلام جميل، صحيح انه لا يتضمن الاشاره الى قضايا مهمه للبلاد، ثوابت الامه الاساسيه، ولكن مع ذلك من حيث إجمالا الكلام جميل، لكن كما قلت القضية ليست في الكلام فقط، القضية في الأفعال والقضية في الأشخاص يحركون. تبدو أنها مختلطة اليوم، يبدو أن في بعض الأشخاص قد يكون أصحاب مبدأ حقيقي فيها، ولكن هناك أشخاص أصحاب مصالح ومنافع. من سيفرض رأيه في نهاية المطاف؟ من سيتجه بها الاتجاه الصحيح؟ هل ستبقى بعد العهدة الرابعة أمها أنها ستنتهي مثل ما عدة جهات وجماعات بدأت بسرعة وانتهت بسرعة؟ هذا كله منظور في الأسابيع القادمة، لكن نحن نقول لهم باختصار بسيط، إذا نزلتم إلى الشارع ورفعتم شعار لا للدولة البوليسية، لا للدولة العسكرية، لا لدولة جماعة وجدة، لا لدولة بوتفليقة، ولا لدولة الدياراس، لا لدولة العسكر إجمالا، نعم لدولة الشعب، نعم لقيام جمهورية مدنية حقيقية تمثل وتدافع عن الشعب، نعم لانتخابات حرة حقيقية ونزيهة، لا للتدخل الخارجي، نعم للجزائر واحدة وموحدة، نعم لتغيير جوهري شامل كامل للسياسات، لشخصيات، لاستراتيجيات، لتعامل هذا النظام. نحن نقول مرحبا بكم، شيء جميل، وسندعو أعضاء ومتعاطفي حركة رشاد أن ينزلوا بقوة معهم. أما إذا كان القضية هو صراع ما بين الأجنحة، نحن لا ندخل في صراع الأجنحة، نحن نعتبرهم أجنحة مجرمة كلها. هناك من قتل وتسبب في مقتل عشرات الآلاف من الجزائريين،
ونهب الأموال، وهناك من نهب عشرات الملايير من الدولارات من أموال الجزائريين وخرب البلاد، وأيضا متسبب في قتل الجزائريين. لا نريد لا جناح بوتفليقة ومن يمثله من فساد ونهب، ولا جناح بعض كبار الجنرالات المجرمين وما يمثلونه من خراب وقد بدأوه بانقلاب 92. لا هؤلاء ولا هؤلاء. إذا ذهبت هذه الحركة في الاتجاه الصحيح ونادت حقا وفعلا بإسقاط هذه العصابات، ذلك ما كنا نبغي، وذلك ما نريده، وذلك ما نسعى إليه، وذلك ما ندعم كل من يرفع هذا الشعار بغض النظر عن من هو. إذا رفع شعار كما قلت إسقاط هذه العصابات وتسليم الجزائر وإعطاء الشعب الجزائري يقرر مصيره حقا، وصلنا إلى بعد 52 سنة من الاستقلال و60 سنة من الثورة أن نطالب من جديد أن يسمح للشعب الجزائري بأن يقرر مصيره. ما عدا ذلك نحن لا ندخل في صراعات الأجنحة، ولذلك نحن لسنا ضد العهدة الرابعة. نحن ضد العهدة الرابعة وضد من جاء ببوتفليقة وضد من يصنع الرؤساء وضد من يتحكم في إرادة الشعب الجزائري. نحن لن نقبل إلا بنظام حكم حقيقة نابع من الإرادة الشعبية. لعلكم تلاحظون أني كررت هذا كثيرا. نعم، لأن هذا هو في نهاية المطاف مربط الفرس، وعندما تحل مشكلة السلطة قضايا كبرى تحل في البلاد. الشيء اللي أدى إلى هذا الدمار هو وجود هذه الجماعات اللي خربت الوطن، خربت أخلاق الناس، خربت السياسات، خربت الأجهزة، خربت المؤسسات، خربت الدولة والمجتمع. هذا هو في نهاية المطاف. الحاكم الجيد يساهم في صناعة المجتمع الجيد وبقوة، والحاكم الفاسد يساهم في دمار المجتمع وبقوة. بالنسبة للأسئلة اللي مطروحة حول أخونا علي بن فليس، دعني نذكر بسرعة بشيء، هو أن نستطيع أن نقول واختصارا أن علي بن فليس مر ب منذ أن عرفه الجزائريين مر بتقريبا أربع مواقف. الموقف الأول، وأعتقد أن الموقف الأفضل له، هو موقف عندما عين أعتقد في 89 في حكومة حمروش، وأقدم على إجراء إصلاحات في كان وزيرا، وأقدم على إجراء إصلاحات حقيقية في إطار القضاء، وكان وزير العدل أعتقد في حكومة حمروش. قبلها كان وزير كانوا أنشأوا آنذاك وزارة سموها وزارة حقوق الإنسان فيما أذكر جيدا. كانت هذا الموقف موقف جيد. أنا هنا نتكلم بينصير على اللي فيه، مش رايح نحكم، ربما لدي رأي خاص، لكن سأتكلم على الوقائع ثم الناس تحكم وتبدي رأيها. إلا أن الموقف الثاني وكان موقفا بائسا هو بقاء وزير في حكومة الانقلاب، حكومة سيد أحمد غزالي كان مازال فيها وزير، ولم يغادر الوزارة إلا في برحيل حكومة غزالي، أي أنه كان مع الجماعة الانقلابية في 92. لم يظهر فيما بعد إلى غاية 99 عندما كان رئيس الحملة الانتخابية لبوتفليقة، وظل مع بوتفليقة حيث عين بوتفليقة رئيس للوزراء سنة 2000، وظل كذلك إلى 2003 عندما اختلف معه، أزاح بوتفليقة. هذه أيضا أعتقد أنها موقف سيء وبائس في مسيرة هذا الرجل، وهو يعلم أن بوتفليقة كان الانتخابات كانت مزورة سنة 99، وهو يعلم علم اليقين ذلك. كان رئيس الحملة الانتخابية ثم رئيس الديوان ثم رئيس الوزراء، ثم راح الانتخابات 2004، ونعرف الانتخابات 2004 كيف كانت، انتخابات مهزلة مرة أخرى، وطبعا كان التزوير عارم وحصل على 4 ولا 5% من الأصوات، وكانت إهانة كبيرة لهذا الشخص في لأنه كان يظن وكان يعتقد كثيرين مقربين منه أن قائد الأركان محمد العماري سيدعمه بقوة، لكن التوفيق والإدارة زورت خبرات والإدارة زورت لبوتفليقة، وأنا أعرف الطريقة اللي فاز بها بوتفليقة بإهانة كبيرة لمن كان ينافسون آنذاك، وكان من بينهم علي فليس. غاب علي بن فليس منذ ذلك ولم يظهر إلا في بداية 2014. هذه هي
معرفه عن الرجل على الأقل من 89 فما فوق. إذا نظرنا إلى هذه فنجد أن الوقائع للأسف ليست إجمالا إيجابية في لهذا الشخص. مع ذلك هو يرفع الآن شعار التغيير، شعار القطيعة، شعار نتمنى أن تكون هذه شعارات حقيقية أولا. ثانيا يجب أن يكون الخطاب قوي، أن تكون قطيعة مع النظام، كل النظام، وليس مع جناح من الأجنحة. يجب أن يكون كما قلت قطيعة مع دولة العسكر، دولة كبار الضباط. يجب أن يكون الخطاب واضح أننا نريد دولة مدنية، نريد الجيش يتكفل كما ينص على ذلك الدستور، يتكفل فقط بدور الدستوري. نريد المخابرات تقوم بدعم الدولة وليس بخدمة أشخاص، وليس بخدمة نظام، وليس بمتابعة الجزائريين، وليس بسجن الجزائريين، وليس بتعذيب الجزائريين. يجب أن يكون هناك خطاب. يجب على أخونا هذا إذا أراد فعلا أن يذهب أن يدين انقلاب 92 وأن يفسر ويبرر لماذا بقي فيه. كان وزيرا، لم يكن موظفا عاديا. يجب، هذه الأشياء مهمة جدا، لأن الناس لا تريد أن تخدع مرة أخرى. يجب على أخونا هذا أيضا أن يظهر من أنه ليس، لا يمثل جناح، جناح داخل النظام الغاضب والذي ربما أخذت منه النفوذ والمصالح والأموال لصالح الجناح بوتفليقة. سنرى في الأيام القادمة إذا ما كان هذا الاتجاه هو الصحيح، وسنرى ما إذا كان فعلا يمثل هذا المنطق، وسنرى ما يحدث بعد 2014. هم يتحدثون أنهم لن يسكتوا هذه المرة على التزوير. هل سينزل خونا ومن معه إلى الشارع يتظاهرون، يحتجون كما يفعل كثير من الجزائريين في الداخل وفي الخارج، أم أن الناس تعود وتلتزم بيوتها وتنتظر لعل جناح آخر يفوز؟ هذه القضايا وهذه الأسئلة اللي في اعتقادي يجب أن تطرح، وسنرى في الأيام القادمة. لكن لحد الآن ليس الموقف مشجعا حقا، وإن كنا نتمنى على كل، وأنا هنا أجيب على سؤال آخر طرح أيضا حول حمروش وحول إبراهيمي ويحيى عبد النور والجنرال بنيلس، هؤلاء رفعوا وقدموا قبل حوالي 3 أسابيع رسالة أيضا، وحمروش أيضا جاء برسالة وأقام بندوة صحفية، شيء جميل، مواقفهم إجمالا معقولة. وأنا شخصيا قلت شيء جميل أن حمروش لم يذهب في تزكية هذه الانتخابات المعروفة نتائجها سلفا، في التزوير، في الإبقاء، وطالب، وهذا هو المهم، بإسقاط النظام بهدوء. جيد، أفضل الحالات هو أن يتم تغيير هذا النظام بهدوء، قلنا ذلك ونعيده ونكرره. الثورة فقط يلجأ لها الناس اضطرارا وليس اختيارا. أعتقد أنه بالنسبة لكل هؤلاء، سواء حمروش أو بن فليس أو البراهيمي أو بن يلس، وأنا هنا أستثني يحيى عبد النور، لأن يحيى عبد النور في الحقيقة منذ لم يتوقف، وهو الرجل الوحيد اللي استقال كوزير في أيام بوتفليقة في الستينات ولم يتوقف على الاعتراض على جرائم هذه العصابات الحاكمة، لم يتوقف أبدا، والرجل عمره 93 سنة بالمناسبة. لكن بالنسبة للآخرين وقد سكتوا دهرا، شيء جميل أن تشعروا بأن البلد في خطر وأن تتحركوا الآن، نشجعهم على ذلك، لكن يجب أن يكون الخطاب واضح للجزائريين، خاصة للجيل الشباب يريد أن يسمع خطاب بارز وواضح ودقيق، وليس كلمات سياسيين مغفلة مغلفة ورسائل هنا وهناك لآخرين لا يفهمها الكثير من الناس. يجب أن يكون الخطاب واضح وصريح، ماذا نريد؟ عليهم أن يعبروا عن ذلك في رأيي. إذن بما فيهم بن فليس اللي نتمناه أن يكون قد فهم، وهو الآن عمره 70 سنة، قد فهم الدرس وليس يعود كممثل لجناح آخر أو جزء من السلطة المجرمة. لكن هنا أيضا أتوجه لآخرين، وقد جاء سؤال في هذا يتحدث فيه لماذا ننتظر هؤلاء، ولماذا وهم ناس كبار في السن
لماذا ننتظرهم ونحن ننتقد من هو موجود في السلطة وهو كبير في السن مثل بوتفليقة ومثل قايد صالح ومثل توفيق؟ هذا صحيح. أنا أريد أن أقول أن الناس ما لازمش يعولوا كثير، وفي نفس الوقت ما لازمش يلوموا هؤلاء الناس. هؤلاء البعض منهم قام بدوره حقيقة وعلى أكمل وجه أيام الثورة الجزائرية، منهم الإبراهيمي، منهم يحيى عبد النور، منهم وغيرهم، جميل أبو حيرد كذا إلى آخره. ولا يمكن أن ننتظر أن هؤلاء اللي تجاوزوا 70 سنة ومنهم من تجاوز 80 سنة مثل إبراهيمي، ومنهم من تجاوز 90 سنة مثل يحيى عبد النور، أن يقوموا بالدور اللي لازم يقوموا به أبناء العشرينات والثلاثينات والأربعينات والخمسينات، لا يقل. لا يقل أن ننتقد أن النظام عاجز ويحكمه الشيوخ عاجزين ومرضى و و و، وفي نفس الوقت نلتجئ لهؤلاء اللي كانوا يخلصون من هذا النظام. هؤلاء كاعتقادي إذا قاموا بدور وكان دور إيجابي فهذا نرحب به، وإلا فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحقيقة أدركني الوقت وهناك ما زالت أسئلة كثيرة للأسف يبدو أني لن أستطيع أن أجيب عنها، ولكن ربما سأقول باختصار بسيط، سأجيب على سؤال أخير أو اثنين، والسؤال هو ماذا سيحدث من هنا إلى 17 أبريل وماذا سيحدث بعد 17 أبريل؟ لن يحدث شيء في اعتقادي كثير. هناك من يعتقد أنه ممكن يحدث انقلاب عسكري، نحن لسنا مع الانقلاب العسكري أي كان القائم به، ولا نعتقد أن ذلك هو الحل. انقلابات العسكرية أثبتت تاريخيا أنها أن من يأتي بالقوة يبقى بالقوة في السلطة ولن يسلم الأمر إلى الشعوب. حدث استثناء واحد في السودان في سنة 85 عندما انقلب سوار الذهب على جعفر النميري وسلم الأمر للسودانيين، هذا استثناء عربي واحد. أما كل الانقلابات لحثت العالم العربي وعددها يزيد عن 50 انقلاب في أعتقد في هذه 60 سنة الأخيرة، كانت كلها في نهاية المطاف تخدم الجماعة التي تستولي على السلطة بالقوة. ماشيين إلى انتخابات مزورة مزيفة كالعادة، سيتحدثون عن نتائج هائلة وعن عرس انتخابي كما يفعلون دائما، لكن هذه المرة نتيجة للصراع ما بين الأجنحة قد يكون هناك نوع من القلق بينهم. ماذا سؤال آخر، ماذا سنفعل بعد 17 أبريل؟ أعتقد أن الناس عليها أن تنسى يوم 17 أبريل وتتركز على قضية واحدة، وهي كيف نتخلص من هؤلاء. أفضل الطرق وهي مرحلة انتقالية يتوافق عليها كل من يمثل الشعب الجزائري بشكل أو بآخر، كل السياسيين المدنيين، حتى بمشاركة شرفاء إذا كان هناك ما زال شرفاء وأحرار داخل النظام يساهمون كيف ننتقل بالجزائر من مرحلة الاضطرابات القصوى هذه ومن مرحلة الخطر الكبير هذه إلى مرحلة آمنة، ويكون ذلك بالتوافق وبالمرور بمرحلة انتقالية. تحدثت رشاد أكثر من مرة على هذه المرحلة الانتقالية، تحدثت في 2008 عندما اجتمعنا وكان في الاجتماع معنا عبد الحميد مهري رحمه الله، ثم تحدثنا عن ذلك مرة أخرى في 2010 و2009 وفي كثير من المرات. نحن ندعو لمرحلة انتقالية تؤسس لجمهورية جديدة ولجمهورية المدنيين وليس لجمهورية كبار العسكر، وفي نفس الوقت تضع الحاكم تحت إرادة الشعب يقدمه أو يختاره للحكم وينزعه ويزيله متى شاء أو يجدد له متى شاء، وإنما هي الإرادة الشعبية حسب ما إذا كان هذا الحاكم يخدم المجتمع ويخدم الدولة ويخدم الشعب أم لا. هذه هي في نهاية المطاف. مراحل انتقالية معروفة وقد جاء أيضا سؤال عنها، مراحل انتقالية معروفة في نهاية المطاف بخطواتها. عندما يجتمع الجزائريون الأحرار ويوافقون على مرحلة انتقالية سيصلون بكل تأكيد إلى أفضل الحلول. إذا لم يكن هذا فلن يكون هناك حل آخر للأسف إلا الذهاب إلى انفجار. طبعا نسعى بكل ما نستطيع وبكل ما أوتينا أن يكون انفجار عبارة عن ثورة في خدمة الشعب الجزائري وليس عن فوضى تهدد الشعب وتهدد الدولة. هذا هو اللي سيحدث في 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 الحل، ما فيش حل آخر. من ينتظر أن النظام يقوم بالإصلاحات وكذا هو مثل من ينتظر الشيطان أن يدخل وأن يتوب ويدخل للجنة. لا يمكن لهؤلاء، وفاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن لهؤلاء أن يصلحوا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذه حقيقة ثابتة عبر الإطلاق. وهؤلاء أفسدوا بكل الطرق
بما فيها قتل الناس وبما فيها نهب البلاد وتخريبها بكل الطرق. مرة أخرى ندعو لتجنيب الجزائر هزات أخرى وانفجارات عنيفة، ندعو كل الأحرار أن يجتمعوا وأن يتوافقوا على مرحلة انتقالية وتخلص البلاد من ذلك. رشاد لن تتخلى عن التعاون مع كل الطاقات الخيرة أينما وجدت وكيفما وجدت، شرط أن تكون النية حسنة وأن يكون العمل جاد وأن يكون الهدف هو حماية هذه البلاد من الشرور التي تحيط بها من كل جانب، وخاصة ممن يحكمها وهم أكبر خطر عليها اليوم، وهكذا كانوا في الفترة الماضية خاصة في 20 سنة الأخيرة. تحياتي لكم جميعاً.